كتير صارت معانا مواقف غريبة مع القطط تحديداً، بنشوف القطة عم ترفع ذيلها للأعلى أو حتى عم تنام على الأرض، موقف جداً غريب الصراحة. أو بنشوف القطط بتقوم بحركات غريبة بكثير من الأحيان. بهذا الفيديو رح تتعرف على تفسير أغلب هاي الحركات بشكل مبسط وسهل إليك، خلوكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم شباب وصبايا؟ وأهلا وسهلا فيك بقناة طبائع الحيوان. رمضان كريم وينعاد عليكم بالصحة والعافية، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بإذن الله تعالى. لا تنسوا من صالح دعائكم بهاي الأيام الفضيلة، ولا ننسى طبعا أنا عزت وطفة طالب طب بيطري، وبنحكي هون عن أي شيء بخص الحيوانات من تدريبات وعلاجات وإلى آخره. اشترك بالقناة ورح تشوف محتوى خارق بكل معنى الكلمة، ورح نحكي بفيديو اليوم عن كيفية فهم لغة القطط، فخلونا نبدأ. الذيل المرفوع إلى الأعلى بالشكل المسترخي دائما ما يلاحظ مربو القطط ذلك التصرف الغريب من القطط. لا تقلق، فهي الطريقة المثالية التي تخبرك قطتك من خلالها أنها سعيدة وتريد اللعب معك إذا كنت تريد ذلك. الذيل المرفوع إلى الأعلى بالشكل المتوتر، تشير القطط التي ترفع ذيولها مباشرة في الهواء عند مقابلة قطة جديدة أو مواجهة تهديد محتمل إلى أنها أول شيء اضغط على زر اللايك واشترك بالقناة للي متأكد أنه عجبك المحتوى. وبنرجع لمقطعنا، يشير هذا التصرف بأن القطة مستعدة للقتال إذا لزم الأمر، ويأتي هذا الإجراء مع انتصاب الشعر والشكل المخيف هذا. الذيل المرفوع إلى الأعلى بالشكل المرتعش، عادة ما نشاهد هذا السلوك تماما قبل وجبة الطعام. وفقا لجمعية الرفق بالحيوان، فمن المحتمل أن الذيل المرتعش دليل على أن قطك متحمس لشيء ما، متحمسة جدا يعني، أو على وشك التبول أو الرش لتحديد منطقتها. الذيل المنخفض والمطوي، عندما يخاف القط فيحاول أن يجعل جسده صغيرا قدر الإمكان، فالذيل المطوي يجعله هدفا أصغر ويظهر لنا أنه ليس مهتما بكل ما يحدث. الذيل المتحرك ذهابا وإيابا، قد ينتابك شعور مشؤوم عندما تنظر إلى قطتك وترى ذيلها يتحرك ذهابا وإيابا كبندول الإيقاع. هذا لأنها مضطربة بعض الشيء وتطلب منك الذهاب وتركها وشأنها. وفي سياقات معينة يمكن أن يشير ذلك ببساطة إلى أنها بحالة تأهب قصوى. الظهر المقوس مع الفراء المنتصب، الظهر المقوس مع الفراء المنتصب والتعبير التنبيهي هو علامة على العدوان. قطتك منزعجة وستحاول القطط أن تجعل نفسها كبيرة قدر الإمكان إذا شعرت بالتهديد. تقوس الظهر مع التثاؤب، من المحتمل أن تكون قطتك قد استيقظت للتو أو أنها على وشك الاستلقاء للحصول على القيلولة. صدقني عزيزي المشاهد أنه صار حاليا عندك علم بتفسير 7 حالات من لغة جسد القطط. أما بهذا الفيديو رح تشوف تفسير 10 حركات، تخيل 10 حركات. فشو ناطر عزيزي المشاهد؟ انطلق فورا وشاهد، ويلا لا تنسان من الدعم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.